السلام عليكم. بطل افريقيا المصارعة. في المصارعة، وكان طلب من هاد الناس وسيدنا الله ينصره باش يعاونوني فهاد السكنة هادي اللي ساكنة اللي راه معدب فيها. وشكرا. السلام عليكم، معكم البواري عمر، الأخ ديال البواري مصطفى، لاعب المنتخب المغربي في المصارعة الحرة، تشامبيون دافريك، بطل المغرب، بطل إفريقيا. كنتمنى من الناس والسلطة والرئيس الجامعات المصارعة ومحمد السادس الله ينصرو لينا. راه عندي واحد الاخ ديالي هو كيما كتشوفوه مريض ومباراليزي بالطونسيو، كيستعمل شي دوايات ديال الطونسيو واعرين هما اللي كيخليوه يتحكم في الهضره. كيما كتشوفوا معايا هاد الدوايات اللي كيدير، غنشوفو غنوريكم حاجه بحاجه باش ما تقولوش هاد السيد راه كيكذب علينا ولا شي حاجه. راه رقد عليه نصو وكان تشامبيون دافريك في المصارعه الحره ودوز حقه وعطى 30 عام في هاد فهاد السبور هذا، وكنتسناو من دابا حاليا ما دايرين معاه حتى شي حاجه، وكنتسناو من الاحباب والاصدقاء وعاش محمد السادس والله ينصرو. وكنتمنى هاد الميساج يوصل للناس الحباب والناس الزوينين. راه عنده واحد النص راقد عليه، ما كيهضر بزاف، ما كيقدرش يهضر مزيان، اللي راقد عليه الا ما كنتش انا ما كاين حتى شي حاجه. وكنتمنى من هذا الشيء يوصل ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت. وشكرا، والله يرحم الوالدين والله يجزيكم بخير. انتم راه كتشوفوا كل شيء بعينيكم، وعاش سيدنا وعاش محمد السادس والله ينصر سيدنا. وراه انتم كتشوفوا الحاله كي دايره. طلب الناس كنطلب من هاد الناس يعاونوني، هذا الشيء اللي كنطلب. وشكرا، كل شيء رئيس الجامعه وكل شيء يعاونوني. محمد السادس هاد الرياضة دوز فيها كثير. هانتوما كتشوفو الشواهد ديالو، هاد الشواهد كاملين راه ديالو ديال السبور، هاد الدوايات ديالو. مصطفى مريض، مصطفى واش كتحس دابا؟ كان حساب الطونسيو. دابا راه عندي لا فيزيت. واش كنتي بطل افريقيا؟ انايا شنو انت؟ 2001 في الجديدة هنا في المغرب. في المغرب. وجنوب افريقيا شنو حصلت؟ جنوب افريقيا حصلت على المركز الثالث. اشمن سنة؟ السنة ديال 2005 2006. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.